الذين أصيبوا بالصدمات النفسية بسبب الكوارث والحروب، وكما ذكرنا في حلقة سابقة، عندهم أعراض متعددة لما يسمى الإجهاد النفسي ما بعد الصدمات. يجب أن نحرص على استعمال العلاجات القائمة على الأدلة والبراهين، لا العلاجات التي ليس لها أثر. ومن العلاجات الهامة القائمة على الأدلة والبراهين، وهي العلاج الأساسي ربما في من تعرض للصدمة النفسية، إنه العلاج النفسي المعرفي السلوكي، ما يسمى CBT. وإلي كتاب مترجم، العقل فوق العاطفة، كيف نربط بين الأفكار، بين العواطف، وبين واقع الإنسان وأحاسيسه الجسدية. أحياناً ربما نشعر بالأسى والحزن بسبب أفكار علينا أن نغيرها. من خلال العلاج المعرفي السلوكي نغير هذه الأفكار، وبالتالي نغير المشاعر. هذا العلاج يقدم ليس كجزء من الدعم النفسي الاجتماعي، هي في قمة الهرم الذي ذكرته لكم في حلقة سابقة، أولئك الذين يحتاجون إلى العلاج النفسي.